سهل يبلغ رسالة أخوة وتقدير من رئيس الجمهورية للرئيس المالي، ويجدد التزام الجزائر بمرافقة الماليين للخروج من الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار عبر التشاور والتنسيق لمجابهة التحديات التي تواجه منطقة الساحل. الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بجهود رئيس الجمهورية في الارتقاء بحقوق الإنسان على المستوى العربي والعالمي. ووزير العدل يعلن عن مناقشة الحكومة قريباً لمشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية. في اليوم العالمي للمرأة الريفية تأكيد على تفعيل مشاركتها في التنمية، ونتوقف في النشرة عند إسهامات نسوة ابن معوش ببجاية في تثمين المنتج المحلي. وزارة الفلاحة تشرع في عملية إخراج 1,000,000 قنطار من مادة البطاطا من غرف التبريد لضبط السوق والقضاء على المضاربة. تفردوث القرية الأنظف بتيزي وزو في 2017، وحضيرة المداد بيتي سمسيل تسحر الشباب المشارك في الطبعة الثالثة للرياضة الجبلية. تحية لكم والسلام عليكم. نستهل بالتعاون، ففي إطار الجولة لعدد من عواصم دول الساحل حل اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل حل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا للمشاركة غدا في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تحضيرا للقمة الخامسة الإفريقية الأوروبية التي تنعقد بأبيجون في 29 و30 نوفمبر المقبل. هذا وكان مساهل قد استقبل أمس بالعاصمة المالية باماكو من قبل الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، حيث سلمه رسالة أخوة وتقدير من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تضمنت إرادة تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية. وبهذه المناسبة جدد الرئيس كايتا امتنانه للرئيس بوتفليقة على التزامه الشخصي وجهوده المبذولة لمرافقة الماليين على درب الحوار بغية الوصول إلى السلم والاستقرار في البلاد، منوها بنوعية العلاقات الثنائية والقفزة النوعية التي شهدتها منذ زيارته للجزائر مارس 2015، مبرزا بالمناسبة الأهمية التي يريها لتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة. من جهته جدد مساهل التزام الجزائر على مواصلة التعاون مع الأشقاء في مالي ومرافقتهم للخروج من الأزمة، مشيدا بنتائج الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المالية المنعقدة بباماكو نوفمبر الماضي. خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الوزير المالي للشؤون الخارجية عبد الله ديوب، تطرق مساهل إلى مختلف التهديدات التي تواجه منطقة الساحل، سيما الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن كل هذه التهديدات تتطلب تشاورا منتظما بين البلدين. هذا وحمل الرئيس المالي حمل مساهل تحياته الأخوية ومشاعر التقدير إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président de la République, auquel j'ai transmis un message de son frère, le président Abdelaziz Bouteflika. Un message de fraternité, un message d'amitié et un message plein d'intérêt pour le renforcement des relations entre deux pays. Donc on a eu l'occasion de passer en revue l'excellente relation qui existe entre nos deux pays. Comme vous savez, à la suite de la visite qu'avait effectuée le président Ibrahim Boubacar Keïta à Alger, nous avons pris de grandes décisions. Donc aujourd'hui, on lui a fait un peu le point où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre de ces grandes décisions. Concernant la mise en œuvre du processus, l'accord de Bamako, né du processus d'Alger, l'Algérie apportera sa part. Donc sa part dans le rapprocher les vues, essayer de faire en sorte que les engagements pris de part et d'autre soient mis en œuvre. Et je crois qu'il y a une volonté, et cette volonté, donc, il faut l'encourager pour que le processus, qu'il y ait appropriation par les Maliens du devenir de leur pays. Et nous avons toujours souligné l'importance qu'il y a à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali. La discussion, comme toujours, a été extrêmement intéressante.
Nous avons abordé la problématique de la sécurité dans la région. Donc nous avons salué l'initiative qui a été prise par le gouvernement malien et par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc on a eu le privilège de le recevoir ce matin à l'ouverture de la conférence, d'avoir convoqué cette conférence sur cette thématique, donc autour de la sécurité dans le Sahel et dans les pays régionaux. Nous sommes une région qui fait face à de grandes menaces. Nous sommes une région où il y a de grandes turbulences. Donc il est évident, il est intéressant, il est important que nous fassions de la coordination entre nous, que nous échangeons nos analyses, que nous échangeons nos informations et que nous soyons vigilants par rapport aux menaces qui s'appellent terrorisme, qui s'appellent crime organisé, qui s'appellent trafic de drogue, qui s'appellent trafic humain. Donc tous ces genres de mots et de menaces qui pèsent sur la région doivent nous conduire à plus de coordination, à plus de solidarité. Et je crois que la conférence de Bamako, à laquelle mon frère m'a convié, puisque c'était une conférence réservée uniquement au pays de la CDAO, mais il a eu cette amitié de nous inviter, et j'ai pris part à cette conférence, j'en tire, comment dirais-je, de bons résultats. Donc nous encourageons ce genre de réunion, ce genre de concertation entre nos pays. Voilà à peu près l'essentiel des discussions que j'ai eues avec le président. Il m'a chargé également de transmettre un message d'amitié et de fraternité à son frère, le président Abdelaziz Bouteflika. أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح خلال أشغال اجتماع الجمعية 37 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بسان بطرسبرغ الروسية بشأن إشكالية تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق. أكد بن صالح حرص الجزائر على تعزيز مساهمتها من أجل بناء السلم والحد من النزاعات وتكريس مبدأ التسامح بين أفراد المجتمع الواحد وإقامة شراكة قوية وتعاون بناء مع كل الدول من أجل توجيه الجهود لتجسيد أهداف التنمية والديمقراطية التشاركية والاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي. رئيس مجلس الأمة ذكر بسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي كرست التسامح بين أبناء المجتمع وهو المبدأ الذي تبنته الجزائر في حل النزاعات، حيث أكد في هذا الصدد بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أقول أن بلادي حرصت على تعزيز مساهماتها من أجل بناء السلم والحد من النزاعات وإقامة شراكة قوية وتعاون بناء وتوجيه الجهود لتجسيد أهداف الألفية الثالثة. في نفس التوجه كرست الجزائر مبدأ التسامح بين أفراد المجتمع من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكل التدابير اللاحقة المرتبطة به الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باعتبارها تدابير حضارية ومكرسة للتسامح. وفي هذا الإطار انتهجت الجزائر استراتيجية إصلاح عميقة توجت بتعديل دستوري في السنة الماضية تضمن أحكاما تعزز المكاسب الديمقراطية. أعلن اليوم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لدى إشرافه على اجتماع الجمعية العامة 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنه في إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان ستناقش الحكومة قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية. وخلال هذا الاجتماع الذي حضره إلى جانب الوفود العربية عدد من أعضاء الطاقم الحكومي تم تكريم رئيس الجمهورية بجائزة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا نظير جهوده في الارتقاء بحقوق الإنسان على المستوى العربي والعالمي. للتلفزيون توفيق عجالي. بجدول أعمال يرسخ مبادئ حقوق الإنسان ويحافظ على الحريات، اجتمع أعضاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قصد تبادل الخبرات والتجارب في المجال، على اعتبار أن الجزائر قننت من خلال دساتيرها التمسك بجميع ما يحمي الإنسان. والمراجعة الأخيرة للدستور وسعت مجال هذه الحقوق والحريات وزادت من ضماناتها وارتقت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلالية. إن برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999
وجعله أولوية وطنية ضمن مسار الإصلاح الشامل لشؤون البلاد، لا سيما في مجال حقوق الإنسان والالتزام بالمبادئ والمعايير المشتركة في المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من الجزائر أو المنضمة إليها. أستطيع القول إن كل ما أنجز أو تم تدعيمه بفضل المراجعة الأخيرة للدستور إنما هو ترسيخ وإرصاء أكثر لدعم النهج الديمقراطي وزيادة في تكريس مبادئ وضمانات جديدة لتعزيز دولة الحق والقانون وإضفاء المزيد من الوضوح والدقة على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية. وبالمناسبة فإن الحكومة ستناقش قريباً مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية استكمالاً للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال. الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي ستترأسها الجزائر عاماً كاملاً ستفتح المجال واسعاً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته وتنميته من خلال فتح النقاش بين الهيئات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. ونحن على مشارف دورة جديدة للشبكة برئاسة المركز الوطني لحقوق الإنسان الجزائري الشقيق، فإننا على ثقة تامة بأن المسيرة ماضية إلى آفاق أرحب من العمل المخلص. أود أن أتوجه بأسمى آيات الشكر لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على رعايته الكريمة لاجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية. قضايا حقوق الإنسان تمس الحياة اليومية للمجتمعات، وذلك فإنه من المهم والضروري العمل الجماعي في مثل هذه القضايا. وبالمناسبة كرم أعضاء الشبكة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير جهوده في تكريس حقوق الإنسان بالجزائر. على هامش مشاركته في أشغال الاجتماعات السنوية لمجلس البنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، تحدث وزير المالية تحدث قول عبد الرحمن راوية مع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي جهاد عزور حول سبل تمويل الاستثمار وأفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية الدولية. وفي هذا الصدد استعرض راوية تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد وسياسة التمويل غير التقليدية التي انتهجتها الجزائر من أجل مواجهة عجز الخزينة وتمويل الاستثمارات المنتجة. هذا وصدر القانون الجديد للنقد والقرض الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، صدر في العدد 57 للجريدة الرسمية، إذ يقوم بنك الجزائر اعتبارا من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة 5 سنوات بشراء مباشر عن الخزينة للسندات المالية التي تصدرها من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار. توفي المهندس المعماري الفرنسي صديق الجزائر أندري رافيرو قبل يومين عن عمر نهز 98 عاما. رافيرو كان شغوفا بسهل وادي مزاب والصحراء الجزائرية، وكان أحد مؤسسي ديوان حماية سهل وادي مزاب بغردايا، كما سمى بشكل كبير في تصنيف العديد من المعالم التاريخية بالجزائر على غرار مسجد سيدي عقبة ببسكرة ووادي مزاب. وعرفانا لهذه الرسامات أزدى له رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عام 2012 وسام الاستحقاق الوطني بدرجة العشير. وإثر هذا المصاب أعرب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن بالغ حزنه في فقدان واحد من أصدقاء الجزائر الذين دافعوا عن التراث الثقافي الجزائري.
أكد اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري خلال إشراف رفقة ناظره من النيجر أحمد بوتو على تنصيب لجان مشتركة لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين بلدين. أكد مرموري ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية، وهذا من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين والتكوين في التكوين والرسكلة وتسويق المنتجات. الهدف من هذا اللقاء هو العمل في سياق تطوير التعاون الثنائي بين بلدينا، وهو ما يتماشى مع إرادة حكومتي الجزائر والنيجر الرامية إلى تكثيف الجهود من أجل ترقية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية. ومن المنتظر أن هذه اللجان تجتمع دوريا في الجزائر ونيامي، وهذا للخروج باقتراحات وتوصيات والتي من شأنها أن تكون برنامج عمل لتطبيق كيفيات التعاون، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين والرسكلة خاصة في الصناعات التقليدية. والصناعات التقليدية بتمنراس تحصي أزيد من 2400 حرفي، وقد ساهمت المدرسة الأنموذجية للنحت على الأعجار الكريمة، ساهمت في تكوين شباب المنطقة وصقل مواهبهم. يقول خليل تواتي: تعد مدرسة النحت على الأحجار الكريمة بولاية تمنراس من الهياكل التكوينية الرائدة التي تساهم في صقل وتنمية مهارة شباب المنطقة في مجال حرف الصناعة التقليدية. عندنا لا ماسير هنا، ما كاش اللي مستغلها، وفتحنا ليكولاري تاع الحجر الكريمة باش نتعلموا بها، باش نفوتوا بها مع المستقبل ان شاء الله. التكوين تاعنا انا 42 يوم، وما شاء الله يعلموا فينا ما شاء الله، وخدمة زعما ماشي اللي صعيبة، بس عندنا لا ماسير هنا انا مع الحجر هنا يختم راس. اغنى نوين الفضة سنتي صغيني هبقان يزبوتين نسال مدرسة غير يدو سنة تنسلم. التجربة نتاعنا كانت مع الطرف البرازيلي، هذاك هو الطرف اللي تعلمنا منه ودينا منه خبرات، ومشينا للبرازيل واستفدنا من الخبرات نتاعهم، وماذا بينا الخبرة نتاع الطرف البرازيلي اللي استفدنا منها نعطوها للشباب نتاعنا في الجزائر. النحت على الأحجار الكريمة والحلي التقليدية والتذويب والتصميم هي أهم المقاييس التي يتلقاها المتربصون بهذه المدرسة. المدرسة النموذجية للنحت على الأحجار الكريمة تدخل في إطار التعاون الجزائري البرازيلي، كونا 81 متكون، لهاد المتكونين راحين يكونوا لنا مستقبلا أجيال في مجال النحت. هاد المدرسة رايحة تنجح باسكو عندنا أحجار هنايا ما كاش في الجزائر كامل، لا بيير دي هوغار، عندنا لو مارب، عندنا لو غرانيت، عندنا لو غري، عندنا لا سيبولين، الكالسيت. تطوير حرفة النحت على الأحجار الكريمة أهم أهداف هذه المدرسة، خاصة مع توفر مواد أولية ذات جودة بمنطقة الأهاجار. في الحياة البرلمانية حال اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية 2018 على لجنة المالية والميزانية في اجتماع لمكتب المجلس برئاسة سعيد بوحجة. كما نظر المكتب في تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصريحات النواب بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية، ليختتم أشغاله بالنظر في الأسئلة المدعاة لديه ويحيل التي استوفت الشروط على الحكومة. وبالمجلس الشعبي الوطني دائما استمعت اليوم لجنة النقل والمواصلات لعرض حول مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية قدمته وزيرة القطاع إيمان هدى فرعون، هذا بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. الوزيرة تطرقت إلى الجانب الاستراتيجي للمشروع والمتعلق بتوسيع نطاق تطبيق القانون على شبكات المواصلات والتطورات التقنية والخدمة الشاملة وكل ما يتعلق بسلطة الضبط، كما قدمت اقتراحات لتشجيع الاستثمارات وتأطير المنافسة في سوق الاتصالات. أشاد أعضاء من أجهزة المباحث والأدلة الجنائية للدول التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب أشادوا بالاحترافية العالية والمهنية المتميزة للشرطة الجزائرية، وهذا خلال الزيارة التي قادتهم إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية للأمن الوطني ببن عكنون.
أعضاء الوفد أجمعوا على مستوى التكوين والتأهيل الجزائري في مجال التحكم في التقنيات والوسائل التكنولوجية المتطورة للتصدي لكافة أشكال الإجرام. في الانشغال الصحي انطلقت اليوم عبر كامل القطر الوطني حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية بهدف الوقاية من هذا المرض خاصة وسط المسنين وذوي الأمراض المزمنة. العينة من بوزريعة في روبورتاج إناس بدرة. أزيد من 6000 جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية وزعت عبر المؤسسات الاستشفائية مجانا ببلدية بوزريعة، تهدف بالدرجة الأولى إلى وقاية ذوي الأمراض المزمنة من هذا الداء. ثم تخصيص 6900 جرعة لكل من عيادة بوزريعة وعيادة شاطوناف. في الصباح المبكر ابتداء من الساعة 8 صباحا لاحظنا إقبال كبير المواطنين، خاصة الناس اللي يتجاوزوا 65 سنة والناس اللي يعانيوا من أمراض مزمنة. Consultations sont en train de se faire et les malades et les patients ils sont orientés par rapport à ça. Donc les médecins en migololhom roho, surtout les malades chroniques. Il est gratuit, plus de 65 ans, moins de 65 ans, mettez un ou l'entier. Les femmes, maintenant je dois. Je me suis levé d'arham. J'ai un des malades mozmen. Tu es opéré du cœur, donc chaque année je le fais. ديرو وكنت سنة فيه في الحق باسكو كل عام نديرو سابروتاج. اللقاح لا ينحصر عند كبار السن فقط، فالأطفال معنيون أيضا. من 6 أشهر حتى قلنا 36 موا، ومن 3 سنين ل 8 سنين يديروا ثاني التلقيح، بصح لو دوزاج اي ديفيرون وكاين ان رابيل دو فاكسيناسيون ابري 4 سيمين. الحملة التحسيسية لا تزال متواصلة، وأخذ اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية مجانا مستمر إلى غاية شهر مارس 2018. ضرورة مواصلة دعم المرأة الريفية من خلال إنشاء شبكة وطنية تجمع المقاولين في مجال النشاط المصغر وتثمين مساعي المخطط الوطني للمرأة الريفية لتفعيل مشاركتها في التنمية أهم ما ركز عليه اليوم الإعلامي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، وهذا بإشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوحزقي. التفاصيل مع نسيمة يعقوبي. لطالما أثبتت المرأة الريفية دورها في تطوير الحقل الريفي، فمن أصل أكثر من 60,000 مشروع فلاحي ساهمت المرأة في تجسيد ما يعادل 35% منها، فيما استفادت أكثر من 140,000 امرأة من القروض المصغرة بين عامي 2012-2017. فالحديث عن النساء الريفيات من خلال تمكينهن الاقتصادي يرتبط دائما بموضوع الأمن الغذائي بالدرجة الأولى بصفتهن الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها نشاطات الصناعات التحويلية الغذائية وتربية الحيوانات الصغيرة والحرف التقليدية والتراثية عبر المؤسسات المنشأة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تساهم بدرجة أكبر في احتواء نشاط المرأة. كما يعد المخطط الوطني لترقية المرأة الريفية رهاناً، فهو يجمع بين ترقية المرأة ومرافقتها لتجسيد مشاريعها. إن المرأة الريفية قد خطت خطوات تصاعدية مهمة وقطعت أشواط تعتبر بمثابة نقطة تحول مكنها من تعزيز دورها الفعال واندماجها السريع في مختلف الأنشطة الفلاحية والبرامج التنمية المسطرة. وقد تجاوز اليوم عدد الفلاحات الحائزات على بطاقة الفلاح وكلها مستثمرات فلاحية وأكثر من 50,000. ولتشجيع المرأة الريفية تم الإعلان عن تنظيم الطبعة الثانية من مسابقة المرأة تنشئ، ستخصص لأحسن المشاريع الاستثمارية الفلاحية للمرأة الريفية. وبالمناسبة دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي من البليدة
بمناسبة انطلاق الطبعة الأولى للصالون الولائي للمرأة الريفية تحت شعار الريف آفاق ومستقبل. دعا الجمعيات التي تعنى بقطاع الفلاحة وشؤون المرأة الريفية إلى العمل على تنظيم نفسها من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي الريفي. والمرأة الريفية أثبتت دورها في التنمية من خلال نشاطات تقليدية توارثتها منذ القدم، ومن ذلكم تحويل التين من فاكهة إلى منتجات صحية. صورة عن هذا النشاط الذي برعت فيه نسوة بن معوش ببجاية في ريبورتاج ليندا أشرشور. تسعى المرأة الريفية بمنطقة أعالي بن معوش بدفع التنمية المحلية بمساهمتها في النشاط الاقتصادي المنتج والمتمثل في جمع غلة التين بمختلف أنواعه وتحويله إلى مادة غذائية متعددة الاستعمالات. نخدم لا كونفيتير لا فيك فريش لي غاتو ا باز دو فيك شيكولا بالكاموس بزاف حوايج دي روبا واللي يخدموا كاع هادو سي دي فام دي فام اللي خدموا هادو خرجوا كانوا غير يعاونوا رجال هكذا باش يجمعوا لافيك ودوكا لا دوكا وراو لي برودوي ديالها وخدموا البولي خدموا حوايج بزاف. تعمل أولئك النسوة في نشاط دؤوب داخل هذا المصنع ولكل واحدة منهن مهمة تنجزها بعد أن تلقينا تكوين من متخصصات في هذه الصناعة، خصوصا بعد أن أصبح التين يستعمل في الصناعة وتحضير الكثير من الأغذية. شنس الدربعة الخلاث دي ونالفيش دو توريزم انتركومينال بومبيليا وشند غردا نجمع دو واحدين سين كونتين دو فان دايق نخدم الأفوار نجمع دو واحد خمسين تولوين قسويا سوون تقت كوزين تنسويا علنت دليروبان أخدمت دكويت الكمبيوتر خدمت النهوية سنتيد كلش. لتوسيع نشاطهن تناشد هذه النسوة السلطات لتقديم لهن الدعم والمساعدة للوصول إلى مرحلة تمكنها من تصدير منتجاتها. للحد من المضاربة والاحتكار شرعت وزارة الفلاحة في توزيع مليون طن من مادة البطاطا كانت مخزنة بغرف التبريد، شرعت في توزيعها على أسواق الجملة وهذا إلى غاية نهاية نوفمبر القادم. المزيد مع حمزة أحمد بالقسام. مليون قنطار من مادة البطاطا المخزنة بغرف التبريد شرع في توزيعها عبر أسواق الجملة بكافة أنحاء الوطن، وذلك لإعادة التوازن في الأسواق وتوفير هذه المادة بأسعار معقولة. قام الديوان بالتعاقد مع متعاملين مخزنين خواص موزعين على عبر التراب الوطني عبر 15 ولاية وتكوين مخزون بطاطا المقدر بمليون قنطار، وهذا لضبط سوق البطاطا الموجهة للاستهلاك في خلال الفترة هذه لتعرف نقص في الإنتاج ونقص في الوضع على مستوى السوق. وللحد من المضاربة وضبط السوق والحفاظ على استقرار أسعارها الحقيقية كميات محددة توزع يوميا على أسواق الجملة. كنت تبيع سلعة هذه؟ تيجي وزو مارشي قرو وين وش حرا عقدك البريد ما يدور؟ البريق دو ان شاء الله يبان اليوم هذا وين بدينا السوم دو السوق يبان السلعه راه برك راه كاينه متوفره كلش ودوكا كي تدخل السلعه يطيح شويه البريق طيح اي وي طيح او السلعه الله يبارك كاينه وداعي واحد مارشي دو كرو دو حطات با بطاطا كاينه صافا واليوم عندنا كونتيتين دو مارشي اسعار احنا ما نفيكسوش البريق سي لو مارشي هو اللي يديسيد دو بري سوف كحنا la contribution تاعنا سي لانترفونسيون هاد لانترفونسيون بهاد لي كونتيتي كي يدخلو هما للسوق اون فوا يدخلو للسوق ويدخلو اون كونتيتي شي اللي نتمنى هي الاسعار تنخفض. العملية هذه تتزامن مع اقتراب مرحلة جني محصول البطاطا ما بعد الموسمية والمبكرة. على مستوى الولاية فيما يخص البطاطا ما بعد الموسمية هي تم غرس 230 هكتار، التقديرات تاع الإنتاج تفوق 55 ألف طن دونك لي منتظرة. أما فيما يخص المبكرة في المساحة المبرمجة نقولوا غرسها تقريبا 1000 هكتار ولحد الآن رانا في تقريبا 150 هكتار التي تم غرسها. ولضمان سيرورة العملية ستعرف أسواق الجملة عملية مراقبة مستمرة لتموين السوق والمحافظة على الأسعار.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت من الشلف ضرورة دمج فئة ذوي الإعاقة في المنظومة التربوية لتكفل الأمثال بهم، معلنة بالمناسبة عن برنامج للتكوين يشمل كل منتسبي القطاع. بن غبريت أشرفت أيضا على ندوة مع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين. للتلفزيون محمد أمين بوتومي. منشآت وهياكل بيداغوجية كانت محل زيارة وزيرة التربية الوطنية إلى الشلف التي تعرف نسبا متراجعة من الاكتظاظ داخل الأقسام. نوريا بن غبريط ولدى تفقدها لورشة تكوينية خاصة بمادة الرياضيات أعلنت عن مشروع هام سيبعث قريبا والمتمثل في تكوين كل منتسبي قطاع التربية بدون استثناء. Nous allons former tous les corps qui existent au niveau de l'éducation. ما تعتبروش يعني المجهود اللي راه تقوم بها المفتشية والإدارة المركزية فيما خص المحتوى ديال التكوين اللي بدينا بها ما بين 2015. وزيرة التربية الوطنية تفقدت جانبا من تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة وقسم اللغة الأمازيغية مع تأكيد موعد إعادة بعث الأرضية الرقمية. الأرضية الرقمية اللي هي مختصة لتوظيف الابتدائي فغادي تغلق في ديسمبر 2017، والقائمة اللي هي موجودة على حسب المنافسة اللي تمت في جوان 2017 غادي هي تغلق في ديسمبر 2018. كما عاينت وزيرة القطاع مشروع إنجاز متوسطة وثانوية ببلدية الشلف وتدشين إقامة للمفتشين التربويين. الوجهة الآن ولاية تندوف. تشجيعا للمطالعة في الأوساط المدرسية بدرت المكتبة الرئيسة لمدينة تندوف بتوزيع بطاقة القارئ على تلاميذ المدارس على مستوى المؤسسات التربوية. الروبورتاج لمحمد رضا بوزيان. في العادة يقصد التلاميذ مكتبة المطالعة العمومية للحصول على بطاقة القارئ والاستفادة من الكتب الموجودة بها. المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بمدينة تندوف صنعت الاستثناء، خرجت من جدرانها إلى المؤسسات التعليمية لتقديم بطاقة القارئ للتلاميذ كهدية، وهو نوع من الإغراء لزرع ثقافة القراءة لديه. لاحظنا أنه الطفل هو المعادلة الصعبة في الفعل الثقافي الجزائري. هذه المعادلة نحاول نحن أن نستثمرها من خلال الذهاب إلى الطفل في مؤسسته التربوية وتعريفه بالمكتبة وإغرائه للمجيء إلى المكتبة ولتصفح ما يوجد في بنك معلومات هذه المكتبة، انطلاقا من قاعة الطفل التي نتواجد فيها ليكبر الطفل في هذه المكتبة من هنا إلى لكي يصل إلى القاعة الكبرى، القاعة التي تحتوي على مختلف تخصصات المعرفة. رافقنا فريق المكتبة إلى مدرسة ابتدائية لتوزيع البطاقات على تلاميذها. المطلوب منهم إحضار صورتين شمسيتين فقط. المكتبة تستفد منها بزاف صوالح، وكيكون عندي وقت الفراغ نجي نقرا هنا، بس في وقت القرايه نقرا في الدار. المعلومات اللي يكونوا هنا في ليليف ويكونوا في الاخر نفسهم اللي يكونوا في الكتاب تاع القرايه. شغل رانا نجي هنا نحضروا الدروس ومن بعد نروحوا. انايا نجي نهار ثلاثة عشيه باسكو هي المكتبه تحل في وقت تاع القرايه، وهكا كيكون عندي وقت فراغ نجي عندها باش نستفاد شويه. وتبقى المكتبه في اي مكان في العالم فضاء لنشر ثقافه المعرفه والقراءه لصنع راس مال رمزي هو المواطن، خاصه الطفل. وخير جليس في الأنام كتاب. تحسبا لمحليات نوفمبر المقبل تتواصل عملية المراجعة العادية للهيئة الناخبة بقسنطينة في ظروف جيدة، تقول ابتسام جوي. من بين المواطنين الذين التقيناهم بمكتب الانتخاب ببلدية قسنطينة، هناك من قدم لاستلام بطاقته الانتخابية أو لتسجيل نفسه أو عائلته على القائمة ضمن المراجعة العادية، ما هو تام في ظروف حسنة. نسجل في القوائم الانتخابية خاش نسحقها، لازم كشرة ضرورية ذكا لازم تخرج بطاقة الفوت. جيت نسجل الأولاد على تاع الفوت. هي قالوا لي بابا حنايا ما ماناش قاعدين، قلنا روح لنا دير لنا الورق.
واجب انتقاء المنتخبين على مستوى المجالس المحلية يكتسي من الأهمية ما جعل المواطنين بقسنطينة يولونه الأولوية. الخير هو اللي يساعدنا واللي يخرج علينا، يخرج على البلاد أكثر شيء. لازم يفوطيو كيف ما يفوطيوش، هذه حاجة نقول احنا دخل في المواطنة. لازم نفوطي باش شغل تخير المخير، تخير المخير، هذه هي تخير الافضل. اللي نفوط عليه هو يدبر راسو الشعب، هو نقولها يعني بينه وبين مولاه. الجديد في هذه العمليه انه كل مواطن عنده الحق انه يتقرب من البلديه مقر ما ولا محل الاقامه ويطلب تسجيل نفسه دون اخذ عناء التنقل الى بلديه اخرى، يعني تسهيلات كامله ومتوفره، ما راح تعب حتى مواطن ان شاء الله. اما الهيئه العليا لمراقبه الانتخابات فهي تقوم بمهامها في ظروف عاديه بقسنطينه. قوائم المترشحين رجعناها وكنا نروحوا يوميا لمضاءات، مشاكل لمضاءات، فات الامور على احسن ما يرام. هذا وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه في إطار الجهود الرامية لعصرنة الإدارة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال خلال عملية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تسمح للناخبين بالتعرف على المكاتب المسجلين فيها، وهذا قصد إتمام واجبهم الانتخابي بحيث يتم الولوج إليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.interior.gov.dz/service-online. في قطاع السكن تشهد وتيرة الإنجاز بولاية ميلا تباينا بين مختلف السياق، منها ما هو قيد الإنجاز فيما يبقى مشروع الألف مسكن بعاصمة الولاية ينتظر الانطلاق. الربورتاج لسهيلة زيدور. 2800 مسكن هي حصة سكنات عدل بولاية ميلا، وزعت على 5 دوائر، 4 مشاريع منها قيد الإنجاز وبمراحل متقدمة من الأشغال. هنا في هذا المشروع تاع شلوم العيد كاين 500، نسبة الإشغال الكبرى انتهت 100%، نسبة الإشغال الثانوية جد متقدمة، لأن عندنا حصص، الحصة الأولى فيها 203 مسكن كما لاحظتم، والحصة الثانية 204 مسكن، والحصة الثالثة 93 مسكن، المجموع 500 مسكن. الإشغال متوازية في جميع الحصص. حصة مدينة ميلا المشروع لم يعرف نفس المسار بسبب بعض القرارات الخائبة في اختيار الموقع، إذ لم تنطلق الأشغال إلا مؤخرا. السبب المباشر الأول هي تغيير الأرضية، الأرضية التي غيرت 4 مرات. عندما تم تحويل الملكية واتخذ القرار بشرائها من الدولة، خلاص الحل، حل المشكل نهائيا بتاريخ 2 أبريل 2017. صيغة السكن الاجتماعي عرفت قفزة مميزة بهذه الولاية ببرنامج واسع. بلغ 9245 وحدة سكنية، منها 4405 في طور الإنجاز، 3890 مبلغة إلى لجان التوزيع، منتهية مبلغة للجان التوزيع اللي تشرف على دراسة ملفات. كذلك هناك 950 وحدة سكنية مستلمة ونحن بصدد تبليغها إلى لجان التوزيع، ونحن اليوم بمشروع 550 وحدة سكنية في الرجيوة، هذه السكنات منتهية ومبلغة للجان التوزيع. مواعيد التسليم حددت نهاية العام الجاري لصيغتين عدل والسكن الاجتماعي، على أن يحذو مشروع عدل 1000 مسكن بمدينة ميلا نفس الوتيرة ويسلم في أجاله. أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على فعالية الطبعة الوطنية الثانية للإقراء بتبسة، والتي خصصت لدراسة أهداف ومميزات هيئة الإقراء بالجزائر لضبط قراءة القرآن بعد ضبط رسمه. سعيد بلونيس والتفاصيل. أشرف السيد محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف على فعاليات افتتاح الملتقى الثاني للإقراء بتبسة بعنوان هيئة الإقراء في الجزائر، الأهداف والمميزات لضبط القراءة على أصول علمية وفق معالم المرجعية الوطنية وتحصين الأمة. ولذلك فإن الدولة تتكفل وجوبا وعمليا بهذا الفضاء. صدر من
أيام قليلة مرسوم ينظم الفضاء أو فضاء الكتاب، ومن جملة فضاءات الكتاب المصحف الشريف. ولأول مرة في قوانين الجمهورية نتكلم عن رواية ورش بأنها رواية رسمية في الجزائر، كما رسمنا الأذان الذي كان يرفع في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرفع في وطننا، رسمناه بقوانين الجمهورية. بعدها استمع الوفد الوزاري لعرض حول سير الأشغال بالجامع الكبير العربي تبسي، والمنتظر استلامه بكل أجنحته مرافقه ومآذنه الأربع مطلع السنة القادمة. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وإثراء دوريات التفتيش، حجزت مفارس للجيش الوطني الشعبي أمس 19 قنطارا من مادة التبغوة، كمية معتبرة من المواد الغذائية والوقود، وثلاث مركبات رباعية الدفع بكل من الوادي وعين قزام. وبكل من تلمسان وبشار وأدرار وباتنا، أوقف عناصر حرس الحدود والدرك الوطني 6 تجار مخدرات، وضبطوا كمية من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة ومركبتين سياحيتين. ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بمستغانم ووهران وعين تمشنت وعناب محاولة هجرة غير شرعية لأزيد من 100 شخص، فيما تم توقيف 42 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ومستغانم وغليزان وبشار وغردعية. أوقفت مصالح الجمارك بمطار هوار بومدين الدولي رعية مالية بحوزته 109,000 يورو و 29,000 دولار، كان متوجها نحو الدار البيضاء المغربية. في إطار العمل الجمركي المحترف، أحبطت اليوم مصالح الجمارك العاملة على مستوى مطار هوار بومدين المسافرين محاولة إخراج من طرف رعية مالية متجهة إلى الدار البيضاء مبلغ معتبر من العملة الصعبة يقدر ب 109,000 أورو و 28,000 دولار. هذا الفعل منصوص ومعاقب عليه وفق الأمر 96/22 الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وقد فرضت إدارة الجمارك على هذا المخالف غرامة مالية تناهز 3,600,000,000 سنتيم. أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر لؤي عيسى في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر سفارة دولة فلسطين، أكد أن الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس سيمنح القضية الفلسطينية مزيدا من القوة والزخم على الصعيد الدولي، معرجا على دور الجزائر في المساندة الدائمة للقضية الفلسطينية. إخواننا في كافة أجهزة الدولة الجزائرية اللي كانوا دائما خلف القضية الفلسطينية داعمين لها، مكونين لأطورها، ناصحين لنا في كافة الاتجاهات. وأنا مرة تانية بقول أن الجزائر لم تبتعد يوما عن القضية الفلسطينية حتى في موضوع المصالحة، بصمتها كما هي موجودة دائما، بصمة صامتة، بصمة لا تريد الشهرة، بصمة لا تريد الإعلان، بصمة تريد الإنجاز في كافة القضايا. إلى ذلك، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي في نهب الأراضي الفلسطينية. ومن جهة أخرى، اعتقلت قوة الاحتلال 15 فلسطينيا بالضفة الغربية وأربعة صيادين بقطاع غزة بعد إطلاق النيران على مراكبهم وحجزها. أكدت الحكومة العراقية أنه لا حوار مع إقليم كردستان قبل إقراره بالسيادة الوطنية والالتزام بوحدة البلاد، كما أمهلت المقاتلين الأكراد مجدداً الانسحاب والعودة إلى مواقعهم المحددة قبل عام 2014 بمحافظة كركوك. فيما أعلنت كردستان رفضها إلغاء استفتاء الانفصال والإصرار على حل المشاكل مع بغداد بحوار غير مشروط. هذا وشن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أربع غارات على مواقع ما يسمى تنظيم داعش في العراق وسوريا. أما الآن طائفة من الأخبار الدولية من توقيع سميرة طاهر. عدد قتلى التفجيرات العنيفة التي هزت العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع إلى أكثر من 230 قتيلاً، وتزامناً مع إعلان السلطات الحداد لمدة 3 أيام. الأمم المتحدة تدين الهجمات، فيما يواصل المدنيون في شوارع المدينة رحلة البحث عن ذويهم المفقودين وسط الدمار. حرائق كاليفورنيا المستعرة أودت بحياة 40 شخصاً في حصيلة تبقى مؤقتة.
وقد ساهمت عملية الإنقاذ في إجلاء أكثر من 100,000 آخرين بعد أن التهمت ألسنة النيران ما يقارب 900 كيلومتر مربع من المناطق السكنية والمساحات الغابية. هكذا كسرت العاصمة البولندية وارسو قواعد مسابقة الجمال. 24 شابة من أجمل النساء على الكراسي المتحركة وفدوا من 19 دولة ليخوضوا مسابقة الجمال العالمي. التاج الملكي عاد للبيلاروسية ألكسندرا شيشيكوفا، لكن اللقب يعد فوزا لهن جميعا، فقناعتهن أن الكل قادر على أن يكون ناجحا وقويا، جميلا وجذابا بغض النظر عن كيفية التحرك. وإلى الجمال، جمال الطبيعة. التخييم في حظيرة المداد بعالي ثنية الحد بتسمسيلت أهم ما ميز الطبعة الثالثة للرياضة الجبلية، وهو ما أتاح فرصة التواصل والتعارف لما يقارب 400 مشارك قدموا من 18 ولاية. يقول ملك زجولي: الجمع بين الرياضة وسحر الطبيعة الخلابة للحظيرة الوطنية للمداد، معادلة جسدتها الطبعة الثالثة للرياضة الجبلية بأعالي بلدية ثنية الحد. احنا افونتور روندوني تاع وهرن اليوم جينا لتنية الحد، هادي حاجة مليحة لا جونيس الجيريان، سانو فان هادي حاجة فان سانو زا بيرمي باش نتعرفوا بشباب واحد اخرين، اون بو سو شانجي لي زيدي اي ساميزي افيك نو زامي اي بروفيتي دو لا ناتور سورتو. رانا جاي من بلدية السواحلية، هي بلدية حدودية، اول مرة نجول لهنا لتنية الحد ولاية سمسيل اللي تتمتع بمناظر خلابة وناس ناسها كرامة. احنا صافي بليزير الدورات كيما هكا اشاك فوا في ولاية باش نعرفوا بعضينا ونكتشفوا المناطق تاعنا، والله يبارك بلادنا شابة ان شاء الله بربي نكونوا اليد في اليد. مثل هذه التظاهرات تحمل عدة آفاق للتسويق للسياحة الداخلية. في ولايات تسمسيل وفيها ما فيها إمكانيات هائلة لرياضتهم المفضلة اللي هي رياضة الدراجات، الدراجات النارية، وكذلك عندنا رالي الراليات، سباق للراليات ما تنساوش، وكذلك احنا نستفيدوا من هذه المناسبات باش نسوقوا كما قلت لك الصورة تاع ولايتنا ونوروا جمال ولايتنا، وكذلك نقولوا باللي المستثمرين السياحيين اللي حاب يجي ليبقى سحر الطبيعة الجزائرية والتعارف بين أبناء الوطن الواحد قيمة جمالية لا تضاهى. صورة أخرى للجمال. السياحة بأعالي تيزي وزو تكتسي طابعا مميزا، خصوصا بقرية تيفرذوث الأنظف بتيزي وزو في 2017، وهذا من بين أزيد من 7 قرى. يقول عبد الله سبارقود: نحن في بلدية أثبو يوسف في أعلى قرية بولاية تيزي وزو في فرضوث. هذه القرية الساحرة بجمالها، سألنا أهل القرية عن سر هذا فكان الجواب: نكون قبل أن نكمسك أسم زور مرة نأخذ من جماع أرقص أمطط أخشيش تخشيش لندك الناس باللي شغل مزوالو إلا كان سير ذولا ولنا ونسى أدنى عقلنا غير داخل بولا ولنا باش نلحو ونبعث، خاطر الخدمة العادية تنزديكن تيليكا مسفاهمنا كمدن. كاستواري مرة ايتي رياليزي بار لي موايان دو فيلاج سوا فينونسيي سوا مان دوفر سوا لا جونيس تعاود اللي بيان كوندويت يا اوكان بروبليم. في قرية تيفرضوث فرز النفايات مسألة الجميع ونقطة البداية في المنزل. مرانس قشري خضارين خدمت واحد ست البلاستيك ما الدجاج نخدمت روينا ثنا كي بيدو نقيب وزاي ونخدم على المضرة ماذا قلا الحوشينا كي ماذا ثنا وحشت وين نسوي ثنا ومضيقة كي لو يسارة وين داخل من لابو بال. روضة للأطفال، مساحات خضراء، ملعب ودار شباب،
سكان هذه القرية أدركوا أن التنمية المستدامة أساسها التربية والثقافة البيئية، وبهذا حازت تفرُّث على لقب أحسن قرية نظيفة لسنة 2017 على مستوى ولاية تيزي وزو. هنيئا لتفرذوث. اختتمت اليوم بالمكتبة الوطنية فعاليات المنطقة الدولية حول المحافظة على التراث السينماتوغرافي والذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتراث الثقافي الجزائري، حيث تضمن عدة ورشات وندوات. المشاركون دعوا في الختام إلى ضرورة توحيد الجهود ومشاركة مختلف المؤسسات الوطنية المعنية وطنية وأجنبية في الحفاظ على هذه الذاكرة. نختم بفعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية الذي شارك فيه 14 بلدا، فيما كانت إيطاليا ضيف شرف الطبعة. يقول هشام بوميدة. لا ترافياتا لجيوسيبي فيردي هو ما اختارته الأوركسترا السيمفونية الوطنية لافتتاح تاسع طبعة المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بدار الأوبرا بمشاركة 14 بلدا. سعداء بأن تنجح كل طبعة في أن تفرض هذا النوع من الموسيقى الرائعة، الموسيقى التي تستقر في وجدان الناس. لهذا فإننا ندعم بصورة دائمة هذا المهرجان ونسنده، لأنه ينمي الذوق والحس وحب الموسيقى ويجعلنا على تماس مباشر مع الموسيقى العالمية. الجزائر أصبحت قبلة أكبر الموسيقيين العالميين، فشكرا للجمهور اللي عودنا بعد عمل متواصل ومستمر لسنوات ولسنوات. ها هي قاعة أوبرا الجزائر لم تكفي حتى يعني لإرضاء الجمهور الكبير الذي أحضر اليوم بكثرة وبقوة، فنتمنى أن هذا المهرجان يكون ناجح بكل يعني الامتيازات اللي فيه. إيطاليا ضيف الشرف، فاختارتها الأوركسترا السيمفونية الوطنية لتشاركها الافتتاح بمجموعة من عازفيها بقيادة المايسترو أمير قويدر وبأداء كل من السوبرانو فيوليتا والتينور ألفريدو والباريتون جيرمون. فيوليتا وألفريدو. ختام النشرة. مسال يبلغ رسالة أخوة وتقدير من رئيس الجمهورية للرئيس المالي، ويجدد التزام الجزائر بمرافقة الماليين للخروج من الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار عبر التشاور والتنسيق لمجابهة التحديات التي تواجه منطقة الساحل. الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بجهود رئيس الجمهورية في الارتقاء بحقوق الإنسان على المستوى العربي والعالمي، ووزير العدل يعلن عن مناقشة الحكومة قريبا لمشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية. في اليوم العالمي للمرأة الريفية تأكيد على تفعيل مشاركتها في التنمية. في الثامنة كانت لنا وقفة عند إسهامات نسوة بن معوش بيبي جاية في تثمين المنتج المحلي. وزارة الفلاحة تشرع في عملية إخراج 1,000,000 قنطار من مادة البطاطا من غرف التبريد لضبط السوق والقضاء على المضاربة. تفردوث القرية الأنظف بتيزي وزو في 2017. وكما تبعتم حظيرة المداد بتسمسيل تسحر الشباب المشارك في الطبعة الثالثة للرياضة الجبلية. تقبلوا خالص تحياتنا، إلى اللقاء.